ممكن اللي نقول ايجابيه الا لما احتاجي المشروع اللي غادي تحطه، عاد نقول واش ايجابي ولا ماشي ايجابي. لحد الان سحبت واحد المشروع اللي كان عندنا احنا فيه ملاحظات، وكان عندنا فيه ملاحظات نقولوا مؤسسه لمجال ما نسميه بالقانون الجنائي كقانون ديال الحريات والحقوق. فبالتالي اليوم احنا نقولوا ايجابي، كنتظروا ماذا ستقدمه وزارة العدل كمشروع بهذا الخصوص. احنا عندنا المقترحات ديالنا، سنعزز هذه المقترحات بمقترحات جديدة، وسنعود كذلك إلى المسطرة ديال القانون الجنائي كذلك لنقولوا نشوفوا الملائمة ديالها كذلك ما بين ما جاء في القانون الجنائي وكيف تدبير هذه المقتضيات القانون الجنائي عن طريق المسطرة الجنائية. فإذا المجلس ما نقولوش إيجابي ماشي إيجابي، احنا كنقولوا بأنه القانون المشروع اللي كان في البرلمان كان بالنسبة لنا غير ملائم لما يعيشه المجتمع في مجال الحقوق والحريات، وبالتالي السحب ديالو واش غادي يعطينا الإمكانية أو لا وزارة العدل غادي تستغل هذه الفرصة ديال السحب ديالها باش توسع من حيث المقتضيات والمقترحات اللي جبنا حنايا، سنكون في الوقت في ذاك الوقت غادي نتقدموا بالرأي ديالنا بكل وضوح بشكل علني للرأي العام ولمجلسي البرلمان سواء لدى المستشارين أو لمجلس النواب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.